اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الايام دي هتلاقوا يعني كؤوس كتيره بتيجي جنبي يعني، او هتلاقي اغلب حلقتنا فيها كؤوس، لان ده موسم او وقت الحصاد، حصاد البطولات في نادي الاهلي. فطبعا ما اكثر البطولات، احنا محتاجين حلقات وحلقات عشان نجيب ابطالنا. في البدايه برحب بالمدير الفني الفريق 15 سنه للكره الطائره للناشئين، واللي فاز ببطوله الجمهوريه بعد ماراثون كبير منذ اسابيع. اهلا بيك يا كابتن نشأت طلع. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بيك كابتن هيثم، شرفتنا والله، واحنا سعداء ان احنا مع حضرتك يعني. لا ده شرف كبير لينا، وحضرتك حققت انجاز كبير الجمهوريه، وهنتكلم فيها وعلى الصعوبات اللي قابلت حضرتك ان شاء الله. معانا وبنرحب باللاعب مصطفى ايمن فؤاد عبد السلام. طبعا الاسم واضح، ويعني زي ما بيقولوا من شبه اباه وجده فما ظلم. اهلا بيك يا مصطفى. ازي حضرتك عامل ايه؟ ومنور قناه الاهلي. يمكن انت عندك كده شويه حكايات وقصص، بس هجيلك، بس خلص مع كابتن نشأت وجاي لك موضوع كره القدم والطايره وبتاع، جاي لك لان انت عندك بعض الايه الامور المميزه ليك انت. خليك كابتن نشأت اجي لحضرتك. يمكن كان عندك في بطوله المنطقه لم توفق فيها، رحت بطوله الجمهوريه، استطعت بعد بالرغم من ان انديه الجيزه والاسكندريه بتنضم مع انديه القاهره في بطوله الجمهوريه، ولكن انت فزت بالاصعب. ده جه ازاي يا كابتن؟ ركزنا شويه مع الفرقه، وركزنا مع بعض، وحطينا ايدينا في ايدين بعض، مع طبعا الجهاز دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا وقفوا معانا كتير، ساعدونا في حاجات كتير. النشاط الرياضي ما بخلش علينا في اي حاجه يعني. فركزنا واعتمدنا واتفقنا كلنا ان احنا لازم نحقق بطوله، لان زي ما حضرتك عارف ان النادي الاهلي ما بيعترفش غير بالمركز الاول، تاني زي عاشر بس. فاحنا اتظلمنا في بطوله القاهره يعني، احنا اتظلمنا كتحكيم وكملاعب. حضرتك عارف ان احنا متعودين ان احنا نلعب في صالات، لعبتوا في ملاعب، لعبنا في ملاعب خارجيه، والاضاءه ما كانتش كويسه، والارضيه برده ما كانتش كويسه، فده صعب علينا المهمه. لكن نفس الفرقه القاهره بتروجيت انتوا لعبتوها في الجمهوريه؟ لعبناها في النهائي وكسبناها 3-1 يعني. هي المشكله كان على صاله بقى كان على صاله. صاله ايه كانت؟ كانت صاله مصر البترول. طيب يعني صاله، يمكن هي كان سوق الملاعب ده برضو. هو سوق بالظبط، هو سوق الملاعب اللي ادانا كده. انما لما بنلعب على صاله الاداء بيختلف كليا وجزئيا، ما فيش حد يقدر يقف قدامنا. طب يا كابتن يعني ايه الماتشات الصعبه غير الفاينل مع بتروجيت 3-1؟ اكيد في مشوار الفاينل في الطيران فرقه محترمه جدا، في ديلفي عليها كام الطيران؟ 3-0. 3-0 تمام، رايح جاي 3-0. لعبنا الزمالك يا كابتن؟ لعبنا الزمالك وكسبناه في التمهيدي 3-0 وطلعناه من البطوله خالص. فين بقى كان المباراه؟ عندنا وعندهم؟ كان عندنا وعندهم. كان على ملعبهم برده، ملعب خارجي. وبعد كده جم عندنا في الصاله، فربنا كرمنا 3-0 3-0 3-0 في جيم 25-8. ما شاء الله تفوق. احنا يعني كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض كالعاده بتاعت النادي الاهلي برضو، من اول النشاط الرياضي لغايه اصغر لعيب عندنا. طبعا وركزنا جامد قوي ان احنا ما ينفعش نطلع من الموسم من غير بطوله. طب الطيران الزمالك مين؟ طيران الزمالك، بتروجيت، لعبت وادي دجله، دلفي، لعبنا وادي دجله كسبناها برضو رايح جاي. اي حد كان بيجي قدامنا. طب خلينا نقول نظام بطوله الجمهوريه كان ازاي يعني. حضرتك بتقول رايح جاي، هو زي دوري. طب لعبتوه ازاي يعني نظام البطوله كان عامل ازاي منذ البدايه حتى الفاينل؟ هم جم في الاول خلوا البطوله رايح جاي. ممتاز. رايح جاي. بعد كده جم في الادوار التمهيديه اخر 3 ماتشات كانوا ورا بعض، وفي وقت يعني وفي رمضان. كان بعد الفطار برضو، 3 ايام ورا بعض. 3 ايام ورا بعض. طبعا النادي ما تاخرش عننا، عملنا افطار مجمع للفرق كلها، وقعدنا مع بعضينا، وكابتن احمد زكريا والدكتور راجل كان بيبقوا معانا. ممتاز. واقفين معانا بصراحه. عرفوا ان النادي الاهلي لازم ياخد البطوله دي. فالولاد كانوا مستعدين جدا، ما كانوش بيفطروا جامد، بياكلوا حاجات كده بسيطه جدا. كان فين؟ في انهي ملعب؟ في مصر البترول. مصر البترول. حتى لو ما كان في اسكندريه ولا لا لا لا، مصر البترول دي هنا. اسكندريه البترول اللي في اسكندريه. صح. كلمنا مع النشاط الرياضي دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا، طلعوا لنا وجبات فطار في النادي، عشان عارفين اهميه الماتشات دي، عشان ما كانش كان الماتش كان بيبقى 8:30. هتلحق تاكل امتى وتفطر امتى وتلعب امتى؟ لازم يبقى كل ده تحت سيطره المدير الفني. بالظبط. فاستاذنتهم، فالناس يعني. انت عندك كام لاعب في الفرقه يا كابتن؟ المفروض 20. 20 لاعب. مساعد معاك حد؟ مفيش تصعيد؟ لا، في كان حمزه ياسين وولد اسمه زياد. زياد دول اصغر، دول 13 يعني سنه. 2007 2006 صح؟ وجيب كنت بتطلع 2008 كمان لعبوا معاك. بسم الله ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله. الولاد كانوا على قد المسؤوليه جامد جدا. ما يعني ما يعني هو حكايه ان 3 ماتشات ورا بعض للسن دوت صعب قوي،
صعب قوي. انا عاجبني ان حضرتك بتتكلم عن فرقتك حلو، عمال تقول مش هم اولاد رجاله هم عملوا عليهم. لا بالظبط عظيم. حاسس قد ايه الولاد تعبوا جدا وكان صعبان عليهم بطوله القاهره. وانت تعبت معاهم يا كابتن؟ الحمد لله وربنا كرمنا وفرحنا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. دايما يا كابتن دايما انت اسم كبير كمان. خلينا نيجي لمصطفى. مصطفى انت لعبت فولي بول من امتى يا مصطفى؟ بقالي سنه وكم شهر او سنه بالظبط يعني. بليش كتير بسم يعني. بسم الله ما شاء الله. انت بتلعب مركز ايه؟ بلعب مركز ثلاثات سنتر بلوك. ايوه. طب انت ليه اتاخرت في الفولي بول؟ هو انا كنت بلعب كوره من وانا صغير وبابايا ما كانش مقتنع ان انا اخش فولي وكده. كان عايز تلعب كره قدم. هو مش كان عايزني العب كره قدم، كان عايزني ابعد عن الفولي يعني. هو كان عايزني اركز في الكوره وابعد عن الفولي عشان كان عيلتي كلها في الفولي وكده. فكابتن نشأة اقنعه ان انا اخش فولي. لا استنى واحده. انت بتلعب كوره فين؟ في الاهلي. في الاهلي. وقعدت سنين تلعب من سن قد ايه؟ ثلاث سنين. ولعبت في مين كان بيمرنك في الكوره؟ لا مش فاكر اسامي خالص. بس انت سبت الكوره خالص وتوجهت للفولي بول. كابتن نشأة طبعا اقنعك. انت طويل ما شاء الله، طالع طويل لبابا ولجده بالظبط. كابتن ايمن باباك وكابتن فؤاد عبد السلام طبعا جدك سكرتير عام الاتحاد الافريقي اللي موجود دلوقتي في تونس. عشان فعاليات البطولتين. يعني انت بقالك سنه، طب انت حبيت اللعبه؟ ما هو من اول ما انا بدات فانا كنت اصلا بدا اشوف ان انا هكمل ولا لا. فمره في مره لقيت نفسي مش عارف ابعد يعني. الموضوع كان بالنسبه لي ان انا اتعودت على التمرين كل يوم وكده، حتى في الاجازات بكون عايز انزل يعني انت حبيت الفولي بول؟ هي جينات يا بيه، جينات. ما بص بابا حاول يعمل لك شيفت كارير خالص. بص مالكش دعوه بالفولي بول، تلف الدنيا. لقيت نفسي بقى. طب ليه لفينا اللفه دي يا حبيبي؟ ما جينات يا بابا، الجينات. هو كل ما حد يقابلني يقول لي انت ليه ما جيتش من الاول والكلام ده. طيب انت حاسس ان انت عليت مع كابتن نشأة؟ حاسس ان انت عوضت؟ ما انت فاتك سنتين ثلاثه. حاسس انت لحقت عوضتهم ولا لسه؟ هو انا من اول ما بدات وكابتن نشأة معايا فهو يعني من واحد في 13 قال لي انت دلوقتي محتاج تتعلم اللي هو الاساسيات وكده، وسنه ال 15 بقى نبدا نتعلم اللي هو الفولي واخش في اللعب وكده. انا ما كنتش متوقع ان انا في ال 15 سنه ابدا العب في الملعب وابدا اشوف الماتشات عامله ازاي. فلما لعبت كان اهلي وانا كلنا كنا متفاجئين. بس طب قول لي بابا قال لك ايه لما قعد معاك لما شافك بقى تلعب فولي وبتاع؟ هو كان اول ماتش اتفرج عليا فيه كان في 13 سنه، كنا بنلعب قدام الصيد. وانا فاكر الموضوع ده. انت متصعد 19؟ لا 13 سنة. 13 ده كده بتقول 19 ازاي؟ 13 سنه كان قدام الصيد. هو جه حضر اول ماتش يتفرج عليا خالص. فهو كان فاكرني ان هو لسه ما بعرفش العب اي حاجه ولا بجر ولا صوابع ولا اي حاجه. فلما سيرف اتلعب عليا كان هو قال لي ان انا بالظبط قال لي الجمله دي، قال لي انا كنت متوقع ان الكوره تقع في عضنك. مش متوقع انها تطلعها زي حالتنا كده لما نيجي نلعب احنا بولي بالظبط. طلعت الكوره. فهو كان مبهور قوي يعني بالموضوع ده. طب والاستقبال والسيرفات والارسالات والسبايك الحاجات دي دخلت فيها ولا لسه؟ لسه لسه. بس انت مبسوط على اللي انت عملته؟ انا عن نفسي يعني ما كنتش متوقع ان انا اوصل الفتره دي كده المستوى ده. لا بس انت اكتشاف والله العظيم. يعني انت اكتشاف لما لاعب يعمل يغير طبعا من كره القدم للفولي بول ويبقى فيه ثقه والناس تمرنه. ودي لما لقطات من الفاينل دي يا كابتن صح مع بتروجيت؟ صح؟ لقطات من الفاينل. لا بس المستوى عالي ما شاء الله يعني. يعني الفرقتين يعني واضح المستوى مش بس ان هو فرقتين 15 سنه، لا ما شاء الله المستوى كويس. طب مصطفى خليني اجي اقول لك يعني، طب انت في الفتره اللي كنت بتلعب فيها كوره كنت متابع الفولي بول ولا مكبر؟ كنت متابع بقى اللي هي حاجات بتاعت اهلي، اتفرج على ماتشات بابايا والحاجات اللي هو الكلام ده. كنت بتتفرج على الفريق الاول؟ لا لا ما كنتش متابع. كنت مثلا بابايا يكون عنده ماتش مهم اروح اتفرج عليه، ما كنتش فاهم ده ايه، بس اكون رحت اتفرج بشجع بابايا وخلاص. خلاص انما مش مهتم قوي الفولي بول. ما كنتش مهتم. طيب يعني لما لعبت الفولي بول حسيت لعبه ممتعه؟ لعبه ممتعه جدا ومحتاجه ذكاء يعني لو سرعه كمان. برافو عليك. طيب يعني نفسك تكمل ولا هتيجي تقول بعد شويه لا يا جماعه انا كده فل الفل انا كده زي الفل يا باشا عليا كده ولا عايز تكمل بقى؟ لا اكيد نفسي اكمل اوصل للدرجه الاولى ان شاء الله. برافو عليك. طيب ليه المدربين وجهوك تلعب ثلاثه سنتر بلوك؟ ليه؟ عشان طولك؟ لا هو انا بالنسبه اصلا لمركزي انا لسه ما طولتش يعني ان انا اوصل لطولي ان انا العب في المركز ده، بس هو عشان كبدايه. كبدايه. عشان لسه قبل ما تكتسب المهارات الكافيه بالظبط، فانت محتاج تلعب في المركز ده شوية. عشان هو الثلاثات مش محتاج مهارات زي الاربعات والاثنينات والكلام ده. هو كبدايه ابدا ثلاثات. طيب انت لما اتفرجت بدات تتفرج على الفولي بول بقى مين مسك اللي على شايفه يعني؟ يعني بابا بقى خليه على جنب شويه دلوقتي عشان ما تقوليش بابا. يعني طبعا بابا مثل اعلى الناس كتير بس وجده، بس خلينا نتكلم مين مسك الاعلى اكسب يعني ما عدا بابا وجده. في مصر يعني هو في اللي هو دوله لو ثلاثات دوله الثلاثه طبعا، لكن بره مصر مش متابع. انا رايي محمد عادل احسن سنتر بلوك في مصر دلوقتي بالظبط. انا رايي متواضع يعني هو وعبه بصراحه، بس دوله المستقبل ليه طبعا عبه خبره كبيره جدا. بس ده طب اصعب ماتش لعبتوه ايه؟ انت من وجهه نظرك فاني بطوله في القاهره؟ لا ولا الجمهوريه. الجمهوريه كان اصعب ماتش بتروجيت اللي هو النهائي. النهائي لان احنا كنا داخلين كنا عايزين نكسب ليه؟ عشان هم خسرونا القاهره، ف
فاحنا كنا هدفنا ان احنا مش بس نكسب البطوله، احنا كان هدفنا ان احنا نكسب بتروجيت يعني. ونكسب كتير كمان. ويعني نكسب ونكسب كتير مش بس نكسب. كسبنا فرق سكور كمان. بصوا يعني هو اول ما عمل اول ما حول النادي الاهلي بيقول لك اكسب ومحدش يكسبني على طول. خد الشخصيه ولبس هو لازم التيشيرت. ما هو يعني اللي طبق في النادي الاهلي تعود على كده. فاحنا عشان ولاد النادي الاهلي ده ابتدينا نزرعه فيهم. هو احنا ولاد النادي الاهلي، انا ابن النادي الاهلي، فعارف يعني ايه فانيلا حمراء، قيم، مبادئ. فما ينفعش ان لعيب يبقى بيلعب في النادي الاهلي مش فاهم الحاجات دي. نعم. فده احنا كنا بنزرعه فيهم حتى في الناشئين. يعني حتى لما كنت ماسك الناشئين انت كنت معاهم في 13 يا كابتن. وطلعت معاهم 15. وطلعت معاهم 15. عشان كده عارف عارف الجيل وعارف الجيل ده والولاد دول يعني. السنه اللي فاتت كنت ماسك ال 13 وال 15. برضه الدكتور وجيه وكابتن احمد زكريا ادوني ثقه، يعني كان حصل ظرف للمدرب عندنا واضطريت تقوم المهمه. فسلمونا المهمه بس دعموني جامد يعني. السنه اللي فاتت برضه واخدين بطوله الجمهوريه. وكانوا واقفين معانا بصراحه. فرشحوني السنه دي ان اكمل مع الفرقه. نصهم طلعوا ال 17 واتفضل جزء معين معايا. فربنا كرمنا واشتغلنا على الجزئيه دي وربنا كرمنا وقدرنا ناخد بطوله الجمهوريه. طب قول لي يا كابتن يعني اسامي فرقتك، يعني احنا بتقول حضرتك معاك 20 لاعب واثنين مصعدين، احنا قلنا اساميهم. مين اسامي 20 لاعب؟ يمكن يعني النهارده يكون معانا ثلاثه منهم، مين ال 17 الباقيين؟ حضرتك يعني لو في شريف، عبد الرحمن، سيف، فراس، يوسف شريف، يوسف لطفي، اللهم صل على عبد الرحمن، ماجد، عبد الرحمن خالد، وكان في هاشم عمرو علواني، وفي هاني عمرو علواني احفاد الدكتور عمرو، هم دول. وكان معايا بقى حمزه ياسين وزياد. دول مصعدين 2002. دول مصعدين. وبرده يعني ربنا كرمنا وقدرنا ندخلهم في وسط الفرقه وكان ليهم دور. حمزه ياسين كان ليه دور هايل. في ولد انضم لينا ابراهيم، جانا على نهايه كده القاهره. وفي هشام حجاج، زياد هشام حجاج، برده ولد كويس ومستقبل للنادي. فالاثنين دول برده ضافوا للفرقه. في ايهاب ثابت عنصر اساسي. يعني انت شايف الفرقه دي فيها عناصر كتير يعني واحد. فيها عناصر مميزه. بس يعني هم خمسه سته اللي هيقدروا يفيدوا فوق. ولسه هو كمان عشان السن دوت لسه لسه الطفره الجسمانيه لسه جسمه مبانش. في ناس ممكن السنه الجايه تلاقيها جات لها طفره. أكيد. ممكن أكيد. السنه اللي بعدها. بس دلوقتي بالوضع ده في سته من الفرقه بروميسنج او واعدين. في شريف سنتر بلوك كويس، عبد الرحمن اربعات، طنطاوي سيف بصير كويس، فراس ليبرو كويس. فالناس دي لو اشتغل معاها كمان ان شاء الله اكيد يعني لسه عندهم اربع سنين. وعايز اعرف بقى من حضرتك يعني اللاعبين اللي استعانوا بيهم في 17 19. بس استاذنك نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل واتكلم مع كابتن نشأت بعد الفاصل عن اللاعبين من تحت 15 واللي بيتم تصعيدهم ل 17 و19 وساعات الفريق الاول، وده هيكون بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ابطال الجمهوريه الفريق 15 سنه الناشئين الكره الطائره واللي استطاع ان هو يفوز ببطوله الجمهوريه بعد مباريات قويه خاصه في النهائي مع بتروجيت. كنت بتكلم مع كابتن نشأت طلعت المدير الفني قبل الفاصل عن اللاعبين وعددهم المصعدين عندك لمراحل اكبر من مرحله 15 سنه. مين يا كابتن؟ كان عندي اثنين، احنا مصرح لينا ان احنا في كل مرحله يطلع اثنين بس. تمام. خدوا من عندك مين؟ شريف وعبد الرحمن. شريف سنتر رحمن. بلوك وضريب اربعات. دول اللي طلعوا لعبوا 17 وكان ليهم دور فعال مع ال 17. ممتاز. يعني كان ليهم دور فعال، كانوا بيلعبوا معظم الماتشات اساسي. ده كان بيفيدك لما ينزلوا يلعبوا معاك يا كابتن؟ كان بيفيدني بس بيجي في اوقات ما كانش بيفيدني قوي لانهم كانوا بيبقوا مجهدين قوي وما بيتمرنوش معاك بالقدر الكافي. هم تمام بس هم كانوا بيلعبوا خمس ماتشات في الاسبوع. يا خبر ابيض. فناقشت طبعا مع كابتن احمد زكريا وكان صدره واسع. السن ده كابتن تخبطه يعني السن ده انا كنت في السن ده تخبطني في الحيطه ارجع تاني عادي. الجيل يعني غير الجيل يا كابتن. احنا كنا ممكن نتمرن 3 4 تمارين في اليوم عادي ونروح على النوم بالليل وما نتعبش. الجيل ده غير. يعني لما جيت اتكلمت مع كابتن احمد زكريا قال لي تمام وفهم الموقف معايا. جينا في الجمهوريه ريحه، قال لي عيالك معاك عشان تكسب. قال لي ده دعم بقى. ما ده الدعم. ده الدعم طبعا. قال لي عيالك معاك، احنا عايزين البطوله.
بس برضو انا عايز يعني اكلم مصطفى في حاجه، موضوع الامتحانات يا مصطفى. يعني انتوا كنتوا بتلعبوا البطوله الجمهوريه في رمضان صح؟ مظبوط. طب ليه الاستعجال؟ يعني انت كنت بتعمل ايه في الامتحانات؟ انا كنت يعني على قد ما بقدر بذاكر قبل الماتش، يعني بكون مثلا بروح اذاكر، انزل اروح الماتش وارجع تاني اذاكر وانا بنام على نفسي يعني. وكان في رمضان وصيام، وكان في رمضان يعني تروح الصبح تمتحن وترجع تفطر او تقعد شويه وتفطر وبعد كده تروح للمباراه بالظبط كده وتعيد السايكل دي تاني يوم. ما كانش حتى ايام التمارين، كان ساعات في بطوله القاهره كنا خدنا اسبوع اجازه قبل الماتشات، يعني كنا اسبوع وبعد كده الماتش. الاسبوع ده ما رحناش التمرين، احنا نزلنا على الماتشات على طول عشان نذاكر في الاسبوع ده عشان كان عندنا امتحانات. ده ممكن، ما ممكن تتصابوا كده والاداء ما يبقاش كويس. احنا ده اللي حصل فعلا، يعني ممكن ما يبقاش الاداء كويس. يعني كابتن نشأت برضو، طب ايه ده الاستعجال؟ ما احنا في الصيف والدنيا يعني. برضو رساله للاتحاد الكره الطائره، يعني ما تخلوا الدنيا ريلاكس شويه، يعني يعني مش لازم كل حاجه تخلص في الشتاء. احنا كنا زمان بنلعب بطوله الجمهوريه ابتداء من شهر 6 7 بعد امتحانات الولايات، بالعكس دي يبقى ليها اللاعب يتمرن ويبقى المستوى اعلى براحته، ما معلوش ضغط، لكن ده عليه ضغط امتحان، ده درس. كنت بحاول اظبطها ذهنه مش صافي. كنت بحاول اظبطها ان هو خلص امتحان وتعالى اتمرن ان شاء الله لو ساعه ويمشي. كان في ناس كتيره بتعمل كده بصراحه، بيخلص الامتحان يجي قلت لهم كده كده اليوم طاير عندك فتعالى استفيد بيه. كانوا يجوا مثلا بعد هم الامتحان. عندهم منتخب في سنهم؟ في منتخب دلوقتي بس مسمينه منتخب ال 17، في حوالي 6 ولا 7 من عندهم بطوله افريقيا، عندهم حاجه في شهر كام؟ شهر 8. طب ما كان لسه الوقت بدري، اقصد دول كانت اتلعبت الماتشات بعد العيد. كان يبقى الدنيا اريح شويه والدنيا ألطف. كانت تبقى احسن من كده. يعني قصدي اقول لك ان هو بطوله افريقيا مش في شهر 6 ولا 7 ولا في 8، في اخر 8 يعني اول 9. كان عندنا وقت، يعني كان يقدر يخلص بطوله الجمهوريه في اسبوعين ثلاثه بس تبقى الاولاد واقفه على رجليها. بالظبط صح. بس هو يعني اكيد ده هيؤخذ في الاعتبار. بس في سؤال عايز اساله ليك بقى كابتن، بحكم ان حضرتك كنت 13 و3 15 كنت ماسك السنين ده، وجهه نظري ان السن ده زي ما بتزرع زي ما بتحصد. تمام. اكتر من الدرجه الاولى. تمام. كلامي صح يا كابتن؟ لا صح. يعني السن ده بيبقى قابل للتشكيل؟ هو السن طول ما هو صغير هتعرف تشكل وتصلح الغلطات اللي عنده، لكن لو هو كبر هو خلاص الغلط اتبصم عنده، الطبع عنده، مش هتاخد صعوبه على ما تغيره. يعني الميزه في مصطفى ان هو كان جاي ابيض فكنا بنوجهه وبنشكله زي ما احنا عايزين. في نقطه بس يا كابتن هيثم، ان ستايل النادي الاهلي غير اي ستايل نادي تاني. بمعنى ان في ناس دلوقتي بتيجي النادي الاهلي احنا بنجيبها مثلا من ناشئين من بره، ستايله وتكنيك لعبه وتحركاته غير ستايل النادي الاهلي، غير سيستم النادي الاهلي. سيستم النادي الاهلي من الناشئين لغايه الدرجه الاولى سيستم واحد. شوف ابن النادي الاهلي او اللي تاسس في النادي الاهلي بيتعرف. بيتعرف. الميزه كمان في النادي الاهلي ان من اول الدرجه الاولى بجهاز بلعيبه لغايه الناشئين كلنا واحد، كلنا بنطمن على بعض. شفت ده يعني كابتن ميدو طبعا مشكورا لما كسبنا الزمالك راح بعت لي، كابتن خالد عوض لما كسبنا الزمالك وبقى متابعنا في الماتشات بعت لي مبروك شد حيلكم كويس البطوله بتاعتكم، فدي روح حلوه ما بيننا وما بين بعضينا طبعا. ما يحسهاش غير النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي. اي مدرب من بره هيجي مش هيعرف يتعامل مع السيستم ده وبالروح ده. احنا كلنا طبعا كابتن ميدو دكتور وجيه كابتن احمد زكريا لغايه اصغر مدرب احنا كلنا واحد في جهاز البنات وجهاز الولاد، احنا كلنا واحد بنطمن على بعض بنسال على بعض بنشجع بعض، ممكن تلاقينا رايحين ماتشات بعض وبنقف في ظهر بعض. الكيان ده كان النادي الاهلي، وده على فكره ما ده بيعمل روح وده بيوصل للعيبه. يعني اللعيبه نفسها لما بتشوف الجهاز كده كله جاي مع بعضه وكله، حتى تلاقي المدرب اللي الاولاد دول طالعين له السنه الجايه شاف الاولاد يلعبوا ازاي، فبتحس ان احنا كل النادي الاهلي يعني اسره واحده. طب يعني انا برضو عايز اسال مصطفى حاجه، يعني انت دخلت على فرقه كانت موجوده، يعني فرقه موجوده بتلعب ماتشات من قبل انت ما تروح لها، حسيت ان انت غريب ولا الفرقه نفسها كلعيبه احتضنوك؟ لا احنا يعني اول تمرينتين ثلاثه كنا احنا بقينا يعني خسر على واحده بالظبط معنى الكلمه. اول ان احنا ما بنستناش، احنا حتى لما بيجي لنا حد من بره بنبدا نتعرف عليه، لان هو حتى لو ما تعرفناش عليه بيبدا متوتر فمش بيعرف يطلع اللي عنده. يعني انت حسيت الفرقه اول ما رحت ما هو من 13 بقى اصحابي طلعنا 15 مع بعض، فانتوا الدنيا بتخرجوا مع بعض طب بعد التمرين بتقعدوا في النادي مع طبعا. بعض؟ ايوه طبعا ساعات بيكون عندنا تمرينين في اليوم فبنخلص تمرين نخرج نرجع تاني التمرين بالليل وكده. طب وشايف ده انت كوجهه نظرك بقى، يعني انت لسه
بتبتدي يعني الفولي بول بقالك سنه يمكن او سنه ونص، شايف ده مفيد في الملعب يعني ده بينعكس في الروح في الملعب يا مصطفى؟ ايوه لما واحد يقع مننا بنعرف نفوقه بطريقته لان احنا بنكون عارفين هو بنعمل ايه معاه عشان يفوق. طب انت لما بتبقى عايز تفوق بيعملوا معاك ايه؟ لا انا ما بيقعدوا يزعقوا بقى ويشجعوك؟ اه هم بيقعدوا ايه ويفكروني في حاجه ثانيه اللي هو انت مش قاعد تقول هنكسب ومش عارف ايه فين الكلام ده ورينا وكده. والله برافو بالظبط. برافو. طب انت بتروح تقول الفرقه هنكسب وما تلاقوش والكلام ده؟ اه حتى لو ما بيننا مشاكل يعني اللي هو مثلا مش مظبوطين مع بعض، واحد مثلا كابتن الفرقه اللي هو زي شريف وكده بيبدا يجمعنا ونتكلم مع بعض وكده لغايه ما نحل المشكله عشان يبقى هدفه الاول ان احنا نكسب الماتش. يعني 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 انت شايف ان الروح دي بتفرق بشكل كبير، وعلى فكره هو ده برضو زي ما الروح دي في الجهاز الروح دي في اللاعبين. الحقيقه الوقت عدى بسرعه يا كابتن، وانا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك كابتن نشأة طلعت المدير الفني لقناه النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي ما بتاخرش علينا في اي حاجه طبعا، ولا النشاط ولا دكتور وجيه ولا كابتن احمد ولا بقيه الزملاء، يعني احنا ممكن نستعين بحد يجي معانا في التمرين، ما فيش حد بيتاخر عن حد في النادي الاهلي. طبعا بشكرك يا كابتن وشكرا جزيلا والف مليون مبروك على بطوله الجمهوريه. ان شاء الله نوعدكم بالمزيد باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك مصطفى ايمن فؤاد عبد السلام، نقول ايه النجم الصاعد الواعد في الكره الطائره، بشكرك نورتني وشرفتني يا مصطفى. شكرا. اعزائي المشاهدين خليكم معانا لسه مكملين، هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل حمزه الصافي وايضا زياد احمد، عندهم كلام كتير هيقولوه عن بطوله الجمهوريه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وعشان نطمنكم على الكره الطائره في النادي الاهلي يمكن كان معانا الفقره السابقه فريق 15 سنه واللي خد بطوله الجمهوريه، الفقره دي معانا فريق 17 سنه، اثنين من ابرز النجوم اللي خدوا المنطقه والقاهره واللي ساهموا بشكل كبير حتى مع 19 سنه ومتصاعدين، يعني منهم مجموعه الفريق الاول لعيبه يعني يعني لهم مستقبل كبير جدا، ولكن فريق 17 سنه، الفقره اللي فاتت كان فريق 15 سنه، هيكون معانا وبنرحب بيه اللاعب زياد احمد. اهلا بيك يا زياد. اهلا بيك زياد، نورنا في القناه الاهلي. منور حضرتك. ومعانا طبعا لاعب يعني يمكن اقترن اسمه باسم احد الاساطير في الكره الطائره كابتن حمدي صافي، معانا حمزه حمدي الصافي. اهلا بك يا حمزه. اهلا بحضرتك يا كابتن عيسى. يمكن دي تاني مره تنور. اه طلعت مع ما شاء الله بطولاتك كتير وانجازاتك كبيره. انتوا 17 سنه خدتوا البطولتين يا حمزه. اه خدتوا المنطقه والقاهره والمنطقه والجمهوريه. الجمهوريه الجمهوريه كان الابرز اللي انتوا لعبتوهم مين، او مين اهم المباريات او اصعب المباريات اللي لعبتوها يا حمزه؟ هو احنا لعبنا الصيد والزمالك ودجله. دجلة. دول كانوا الثلاثه اللي لعبناهم في الفاينلز ودول يعني كانوا اصعب ماتشات في البطوله. اه وحتى كابتن نادر قال نفس الكلام ده، والكابتن نادر نبيل المدير الفني كان معانا من حلقتين ثلاثه وقال نفس الكلام، يمكن المباريات دي بالنسبه لك كانت بسيطه، انت بتلعب مع الدرجه الاولى كمان يا حمزه. يعني بيتهيألي لما بتلعب مع مستوى اعلى وتنزل بالنسبه لكم كلكم يعني بيبقى الموضوع اسهل. هو يعني ممكن يبقى اسهل شويه بس انت برضو اللي هو ما تستهترش وكده، المفروض برضو تلعب يعني بجديه وكل حاجه عشان اللي هو ما ياثرش عليك برضو على مستواك وكده، بس انت لازم تلعب بكل حاجه عندك وتقدم كل حاجه عندك في الماتش وما تستهترش خالص. طب قول يا حمزه، يعني الناس بتتكلم عنك واخد بالك بيقولوا ان انت يعني مش بتخاف، لعيب ما عندكش القلق، مش بتقلق، بتنزل الملعب مش خايف، بتلعب اللي عندك، الكلام ده صح؟ صح. يعني سمعته من حد قبل كده بيقول لك الكلام ده؟ اه يعني انا اصلا لما بنزل يعني بصراحه يعني زمان خالص اكيد لما بدات فوليو كده كنت ببقى قلقان شويه. اه بس يعني دلوقتي الموضوع ده يعني خلص، ما مش موجود، مبقاش فيه توتر خالص في الماتشات يعني. طب انت واخده من بابا ولا ماما؟ عشان ماما كمان كابتن حابب الغنام نجمتنا الكبيره في كره السله، وايضا اخت كابتن طارق الغنام نجمنا الكبير، فانت واخده من مين بقى؟ من هما الاثنين بقى. لا هما الاثنين. لا بلاش الاجابات الدبلوماسيه دي. هما الاثنين. طبعا اكيد هما الاثنين نجوم، انا بهزر يعني. طيب وهو يعني انت ليه من الاصل ما رحتش سله؟ يعني كابتن رحاب واضح انه مسيطر تماما، انتوا الاثنين رحتوا باسكت، رحتوا طايره، طب ليه ما اخترتش سله؟ انا اتمرنت اثنين وحبيت الفولي اكتر بصراحه، يعني انا ملت الفولي عشان ارتحت في التمرين اكتر. ارتحت في التمرين، حبيته، حسيت انت موجود، حسيت انت تلاقي نفسك في الفولي بول مش في الباسكت. بس ده على فكره دي بتبقى حاجه يعني صعبه، يعني بتبقى ان انت عندك لعبتين وبتميل للعبة الاب اكتر، خاصه الاب والام نجوم، فبتبقى الموضوع يعني. بس هم يتمنوا لك الخير طبعا، يعني يوسف اخوك محترف فرنسا وموجود في المنتخب دلوقتي، فانتوا عيله ما شاء الله يعني اهلاويه بشكل كبير. اجي لك بقى زياد، انت في سنه كام الاول يا زياد؟ انا في اولى جامعه دلوقتي. ايه ده؟ اولى جامعه؟ تدرس ايه؟ هندسه. هندسه؟ ليه كده تعمل في نفسك؟ ليه يا بابا كده؟ ليه؟ ما انا دخلت هندسه ولقيت الموضوع في الاخر صعب جدا، بس لا برافو عليك. هتدرس هندسه ايه؟ لسه انا سنه اعدادي. اول سنه ويعني لسه هتخصص ان شاء الله. عايز تخصص ايه؟
كمبيوتر انجينيرنج ان شاء الله يعني. برضه واخد القسم الصعب برضه. انت شكلك بتحب الصعب انت زين. طب قول لي يعني انت في المباريات دي سواء المنطقه او القاهره شايف كانت اصعب بين المنطقه ولا القاهره؟ لا طبعا الجمهوريه كانت اصعب من القاهره. انا اسف ولا الجمهوريه؟ اه الجمهوريه كانت اصعب عشان في فرق كتير من كل حته من اسكندريه ومن القاهره والجيزه وكده. بس برضه اصعب انديه الصيد والدجله كانوا القاهره يعني. الصيد في الجيزه مع الزمالك فهم الاثنين حتى كانوا معانا في الفاينل. يعني احنا الفاينل كان زمالك واحنا والصيد ودجله. اه يعني الجيزه اقوى من اسكندريه. اه فرقتين من الجيزه وفرقتين من القاهره فهي كانت ماتشات اصعب بكتير يعني وليها حسابات اكتر يعني من القاهره. طب الجمهوريه لعبتوها في رمضان برضو زي 15؟ اه احنا اخر ماتش الفاينل كان يوم العيد يعني احنا الوقفه. اه يعني اللي هو احنا اصلا خلصنا الماتش بعد 12 فكان العيد مع الفاينل يعني مع الكاس. طلعتوا على صلاه العيد على طول. الله ده ايه الجمال ده. وكمان دي كانت احلى عاديه. ولا ايه؟ طبعا. الكاس وبتاع وبطولات احلى عاديه طبعا. طيب قول لي انت بتتصعد مع الدرجه الاولى زياد؟ لا لسه. لسه. طب اتصعدت مع 19 طيب؟ اتمرنت معاهم فتره كبيره يعني في السيزون بس ما دخلتش معاهم ماتشات. انت مركزك اربعه. 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 طيب يعني اربعه شايف ايه اللي المفروض يميز اربعه؟ يعني اربعه من بحكم ان انت لسه 17 سنه في بداياتك يعني لسه يعني من الناشئين ايه اللي شايف اربعه اهم الصفات اللي لازم تبقى فيه؟ لا اربعه طبعا بيعمل كل حاجه في الملعب يعني هو اللي هو بيعمل بيستقبل بيضرب ديفنس بلوك بيرفع كور فهو يعني هو عنده كل المهارات ولازم يتقن كل المهارات في الملعب عشان يبقى لعيب كبير ويكمل يعني طبعا. جوكر. اه طبعا في البلوكات شغال الاستقبال. الاستقبال اربعه اللي بتستقبل بيبقى تبقى هو الاستقبال كله. يعني حتى المحترفين اللي بيجوا بيبقوا اربعات بس عندهم مشكله في الاستقبال. بيبقوا طبعًا. اغلبهم كده. طيب يعني مين ماسك الاعلى؟ شايف مين انت حابب تبقى زيه طالما انت اربعه؟ طبعا دلوقتي احمد سعيد ما شاء الله عليه. ما شاء الله. يعني اكبر ايدل لاي حد يعني. بيجي من ورا ما شاء الله طاير طياره. انت حابب تبقى احمد تنط عليه زيه؟ يعني شوي. لا يعني لا كلام بصراحه يعني بتنط عليه زي احمد سعيد يعني, يعني حمزه انا عارف انه بينط بس انا بتكلم ما شفتكش قبل كده. لا بنط. طب كويس والله ما شاء الله. طب انت يعني ايه المهاره من المهارات اللي انت قلتها بتحب تلعب يعني في لعيب معلش اربعه يحب يضرب يعني صلاح تقول له اضرب ده شغله او هو طبعا في كل حاجه كويس. في لعيب يقول لك لا انا الاستقبال ده لعبتي في الاربعات. انت انهي مهاره من دول شايفها لعبتك؟ انا بحب الديفنس اكتر الصراحه عشان كنت ليبرو اصلا يعني من انا لسه قالب من سنه مع كابتن نادر اربعات انا كنت ليبرو فده كانت المهاره الاساسيه بتاعتي. طب ليه قلبك عشان طول؟ يعني انا كنت طويل اصلا كنت ليبرو طويل بس كنت يعني متميز شويه في الاستقبال والديفنس فكانوا بيلعبوني كده عشان كنا محتاجين ليبرو. فدخلوك في اربعه. طيب يعني ماشي فيها كويس بتادي كويس حسيت برتاح يعني في مركز تكون بتاديه باريحيه. طبعا اتحسنت كتير وقعدت السنتين اللي فاتت دول اصلا بقلب المركز طبعا خد مني وقت كتير ومع كابتن نادر وساعدني كتير يعني في المركز بس اتحسنت طبعا كتير وابتديت ابقى في الملعب اساسي شويه وكله. طب اكتر نصيحه كابتن نادر بيقولها لك مديرك الفني انت بتضحك ما اكيد افتكرت حاجه. اكتر نصيحه بيقولها لك دايما قبل الماتشات او دايما بتلاقي فيه غطاء دايما متكرر منك وده طبيعي كلنا لعيبه كنا كده يعني ودايما هو بيوجهك النصيحه دي بيقول لك لا طبعا يعني كابتن نادر دايما بيركز على النفسيه اكتر ويقول لك العب لعبك براحتك وخش مرتاح ما تخافش من اي حاجه واغلط حتى براحتك بس انت العب لعبك وهتلعب كويس عشان هو دايما يعني احنا كلنا كويسين وكل حاجه هو بس ضغط الماتش اللي بيفرق فانت لو بتلعب كويس ومرتاح وتمام كله هتلعب كويس وهتأدي كله. كابتن نادر هادي كمان. طبعا شخصيته هاديه في الملعب. طب اجي لك يا حمزه برضو يمكن يعني انت ما شاء الله بينتظرك مستقبل كويس يوسف اخوك سابقك مع المنتخب مدير فني المنتخب دلوقتي بيبص على الصغيرين يعني نفسك تروح منتخب الكبير؟ طبعا حلم طبعا اكيد نفسي. طيب وشايف ان ده قرب ولا ان شاء الله يعني انا لو اشتغلت على نفسي باذن الله من الناحيه اللي هو الجيم والفولي وكل حاجه يعني ان شاء الله ربنا يكرمني وابقى منتخب كمان كام سنه ان شاء الله. لا ده ان شاء الله مش كام سنه خليك فاكر كمان سنه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب يعني لما طلعت الدرجه الاولى واتمرنت معاهم وعشرت لعيبه الدرجه الاولى شايف ايه؟ شايف ايه اللي يميز النادي الاهلي في الدرجه الاولى؟ يعني ايه اللي اتعلمته وشفته وما شفتوش في الناشئين؟ هو انا كده كده لما طلعت يعني كل الناس كانت بتساعدني فوق
كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح وكله، مش عايز انسى حد، بس يعني بجد والله هم كلهم كانوا بيساعدونا وبيدوك ارتياحيه ان انت تعمل كل حاجه انت عايزها وتطلع اللي عندك، ما تبقاش اللي هو متوتر في اللعب او اللي هو قلقان من حاجه بس. فهي دي احلى حاجه اللي هم بيخلوك مرتاح خالص بالظبط ومش قلقان من اي حاجه. طب قول لي انت بتتمرن دلوقتي حتى في الاوف سيزون شغال تمرين؟ هو احنا دلوقتي في فتره المنتخب واحنا وقفنا شويه، كنت بروح الجيم، كنت ساعات بنزل العب كده فولي شويه، بس دلوقتي يعني في فتره المنتخب. منتخب ايه؟ منتخب انتوا مجمعين دلوقتي منتخب 19 ولا 17؟ 19 سنه. 19؟ طيب ومجمعين فين بتتمرنوا؟ بنتمرن دلوقتي في معادي المركز الاولمبي. مركز اولمبي معسكر مغلق ولا بتروحوا تيجوا؟ لا لا دلوقتي تمارين عادي، المفروض بقى لحد الامتحانات وبعد كده هيبقى في معسكر ان شاء الله. طب انت في سنه كام؟ انا ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. يعني برضو متهيألي مش شهاده يعني، لسه مش يعني عندك طيب وهو تمرينك في مركز اليوم بيتمرنوا تمرينه واحده في اليوم يعني كل يوم تمرينه واحده كل يوم. ولا ممكن تتمرنوا تمرينتين؟ يعني هو حاليا بنتمرن تمرينتين في اليوم، يعني احنا النهارده كان في تمرين الصبح وبكره هيبقى في تمرين الصبح والنهارده كان في بالليل. كل يعني طب مين اللي بيمرنكم يا حمد؟ كابتن معانا كابتن حسام شعراوي مدير فني فريق 19 سنه في الاهلي. ومين تاني؟ ده المدير الفني. لا كابتن حسام شعراوي مدرب عام مساعد. مين بقى المدير الفني؟ كمدير فني كابتن بتاع اتحاد درجه اولى ولد. درجه اولى احمد سمير. احمد سمير ده المدير الفني بتاعه. طب وهو يعني المدرب، هل المدرب اللي ماسك الفريق الاول، خواجه اللي ماسك الفريق الاول، بيجي يتفرج على تدريباتكم وبيشوف انتوا بتعملوا ايه ولا؟ هو في مشرف برازيلي هو ده اللي جه تمرينه النهارده، بس لا بتاع الدرجه الاولى ما جاش. هو بتاع البرازيل ده هو اللي جه النهارده وقعد يتفرج على التمرين. ما هو مشرف برازيل الاتحاد جايبه مشرف على الولاد والبنات، فتلاقي تمرين هنا تمرين هنا تمرين هنا. طب هي بطوله افريقيا بتاعتكم امتى؟ لا لسه ما تحددتش. بس في ان شاء الله. طب قول يا زياد، انت دخلت منتخبات ولا؟ دخلت قبل كده على التجميع بس يعني ما كملتش. طيب وهو يعني منتخبات الطايره بتبقى فيه 15 و17 سنه ولا بتبقى بس يعني الثلاث اعمار دي ليها منتخبات كل سنه؟ في 17 و19 و21 المفروض. 21 اه كل دي اعمار سنيه بتبقى منتخبات. انت دخلت واحد منهم بس ما كملتش. لا. يعني ما قدرتش تكمل. طب يعني برضو اكيد انت ليك حلم، حلمك ايه يا زياد؟ طبعا يعني عشان كل ده بنسجله في البولي. لا في البولي طبعا ان انا اكمل في النادي الاهلي ويوما ما يعني ابقى في المنتخب ان شاء الله وكله. وطبعا بره البولي ان ابقى اتخرج وابقى ان شاء الله افيد البلد ان شاء الله يعني كمان. لا وان شاء الله اكسر الدنيا ما شاء الله، انت عليك ديسنت جدا ومتحدث وخجول شويه بس تتكلم كويس. انا بشكرك يا زياد، نورتني وشرفتني وانا سعيد بيه جدا والف مبروك. ربنا يحقق لك كل امالك يا زياد ان شاء الله. وبنشكر حمدي الصافي طبعا نجم 17 سنه وان شاء الله نجم مصر القادم في الفولي بول. بشكرك حمزه الصافي، بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني. ربنا يخليك كابتن هيثم. شكرا اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع الفولي بول ومستقبل الفولي بول في النادي الاهلي. بكره ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريق السيدات في قبل النهائي ضد قرطاج، وان شاء الله فريق الكره ايضا باذن الله فريق الكرة ونهائي أفريقيا غدا. عندنا لقاءين أفريقيين في كرة الطائرة سيدات وكرة القدم. كل التوفيق لفريقنا بإذن الله. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من الأبطال.